أعزائي سألت صاحب هذه البطاريات كم من الوقت مضى على تركها، فقال منذ عام 2018، أي إنها متروكة لمدة تصل إلى أكثر من 5 سنوات. أكثر من 5 سنوات وهذه البطارية متروكة بدون شحن. عندما قمت بفحصها بواسطة الفولتوميتر كانت قراءتها لا تذكر، قليلة جدا. أعزائي إنها بطاريات النيكل كادميوم. وأعزائي تبين لي إن هناك قطع، القطع بسبب مرور الزمن ولم يكن حين تركها، لأنها كانت شغالة وتركت بسبب عطل بالمحرك الكهربائي. كما تبين لي انها مربوطة جميعا على التوالي. فولتية كل بطارية 1.2 فولت وسعة كل بطارية 1.5 امبير ساعة. اعزائي لو قمنا بحساب العدد لوجدناه 20، وكل بطارية 1.2 تكون النتيجة ان تجمع 1.2 20 مرة على عدد البطاريات، أو تضرب 1.2 في 20 وتكون النتيجة 24 فولت. أعزائي لن أحاول شحن وتصليح هذه البطاريات، لأنني سوف أستبدلها ببطاريات الليثيوم أيون. سوف أجعل هنا بطاريات ليثيوم، وبحسابات بسيطة خارج التصوير وجدت أن هذا الفراغ يمكن أن يستوعب 24 فولت 5 أمبير ساعة. أعزائي وسوف تشاهدون هذا، وهناك فرق كبير بين السعة القديمة 1.5 امبير ساعة وبين 5 امبير ساعة. سوف أحصل على وقت تشغيل أطول ب 4.5 مرة عن السابق أعزائي. والمشكلة المتكررة في بطاريات الليثيوم إنها تحتاج إلى كارت البي ام اس، وسوف لن أستعمل كارت البي ام اس ونتكلم عن واجباته وكيف نحرص على تلافي الأضرار أعزائي. أما هذه البطاريات فسوف أستعملها في مجال آخر لا أحتاج بها إلى مساحة، مثل سيارة الأطفال تكون بها مساحة مفتوحة وهكذا. أعزائي انظر عزيزي إلى نتيجة إنك تركت بطاريات بدون شحن لفترة طويلة جدا، جميعها لا تقرأ. وسوف أشرح مستقبلا في دروسي عن هذا النوع من البطاريات وكيفية شحنها وكيفية إعادة تشغيلها. ابقوا معي فقط في هذه القناة، وعندما أنتهي من دروسي في بطاريات الليثيوم أبدأ ببطاريات النيكل كادميوم، ثم أبدأ دروس في بطاريات الأسيد. لن أتوقف إن شاء الله أعزائي. الآن أعزائي لنبدأ بالتحوير. لقد اخترت أفضل بطاريات أملكها. هذه سعتها 2.5 أمبير ساعة، وهذا الوعاء القديم يستوعب 6 بطاريات. لو قمت بوصلها على التوالي لحصلت على 24 فولت 2.5 أمبير ساعة، وأيضا هذا المكان يستوعب 6 بطاريات أخرى، وأمامك بالرسم التوضيحي. عزيزي انظر هنا، هذه 6 بطاريات على التوالي، الموجب بالسالب والموجب بالسالب وهكذا، وهذه 6 بطاريات أخرى على التوالي، هذه 24 فولت 2.5 أمبير ساعة، وهذه كذلك 24 فولت 2.5 أمبير ساعة. أعزائي عند توصيل المجموعتين على التوازي أحصل على 24 فولت 5 أمبير ساعة. في السابق كانت البطاريات 1.5 أمبير ساعة والآن 5 أمبير ساعة، أي إني حصلت على وقت تشغيل أكبر ب 4.5 مرة من السابق. أعزائي سوف نرتب هكذا، ويجب عمل بعض الإجراءات. انظر عزيزي إلى قطع البلاستيك هذه لمسك البطاريات القديمة، يجب إزالتها جميعا. هناك خطوات ضرورية أعزائي قبل البدء باللحام، وهذه الخطوات للذين يريدون أن يتموا اللحام بالكاوية والصولدر.
الخطوة الأولى أعزائي أن نستخدم هذا الشريط اللاصق هكذا أعزائي، ويفضل أن يكون طبقتين كل البطاريات أعزائي. نقوم بإضافة عادل للجزء الموجب. الخطوة الأخرى أعزائي قليل من الخربشة على الجزء السالب، الموجب لا يحتاج إلى خربشة. هكذا أعزائي كل البطاريات سوف تحتاج إلى 12 بطارية. والنصيحة الأخرى، أغلب البطاريات بعد الخربشة تقبل اللحام، وبعضها لا يقبل اللحام إلا بقليل من مساعد اللحام، وأنا في هذه البطاريات لا أحتاج إلى مساعد اللحام لأني جربتها سابقا وهي تقبل اللحام. أعزائي وأخيرا، بعد لف الجزء الموجب بشريط لاصق وخربشة الجزء السالب، نقوم بعزل البطارية، كل البطارية. والسبب في ذلك أعزائي إنها سوف تتراكم الواحدة فوق الأخرى، فيجب أخذ الاحتياطات الواجبة بأن لا يحدث تماس كهربائي بينهما. والنتيجة النهائية بهذا الترتيب أعزائي، سالب موجب سالب موجب، وهكذا إلى أن نخرج بموجب. واختصارا للوقت ولكي لا أطيل عليكم مقطع الفيديو، انظر عزيزي، السالب يذهب إلى هنا، واستخرجنا سلك من أجل البطاريات الأخرى كما بينا في المخطط هذا، والموجب أيضا، واستخرجنا سلك من أجل البطاريات الأخرى، وسوف يكون مكانها هنا أعزائي. ونبدأ باستخراج سلك من هذا الموجب وسلك من هذا السالب. انظر عزيزي، هذا السالب مع هذا، وهذا موجب، السالب الموجب السالب الموجب السالب الموجب السالب الموجب السالب الموجب، ويذهب إلى هنا. أعزائي الآن سوف أوصل 6 بطاريات أخرى بنفس الترتيب مع الاختصار في وقت التصوير. هذه الشاحنة أرفقت مع الدريل من الشركة المصنعة، وتحتوي على ميزة اكتفاء الشحن الفولتية 24 فولت، والتيار من 1 إلى 2 أمبير. وعزيزي اطمئن، إن بطاريات الليثيوم سوف يكون تيار شحنها اعتيادي ما صممت له، ما دامت الفولتية 24 فولت، أي إن كل بطارية سوف يصلها 4 فولت أعزائي.
إلا إذا حصل تلف بأحد البطاريات، وسوف نأتي إلى هذا بعد قليل. وعندما نبدأ بالشحن سوف ترتفع الفولتية تدريجيا إلى أن تصل 24 فولت. سوف يضيء هنا مصباح أخضر ليفصل الشحن أعزائي. وأكرر التنبيه أعزائي إن هذه البطاريات بدون كارت BMS، وقد تكلمنا عن الشحن في الحالة التي تكون بها البطاريات في حالة جيدة. أما إذا كان هناك عطل في أحد البطاريات فإنه سوف يضيء لنا مصباح أخضر ولا يوجد هناك سعة كافية للتشغيل. ربما نسميها بالشحن الكاذب، فهذا يعني إن هناك بطاريات عاطلة ويجب أن نتوقف عن تكرار الشحن ونقوم بفحص البطاريات، أي إنه إذا قمنا بالشحن الكامل وإن سعة البطاريات لا تكفي للعمل بالدريل فهذا يدل على إن بعض البطاريات قد أتلفت. أعزائي، ولأننا بدون كرت BMS يمكن أيضا ملاحظة وقت الشحن، فإذا فرغت البطاريات أثناء العمل وكان وقت شحن البطاريات أسرع من السابق، أي إن المصباح الأخضر قد أضيء بوقت أقل، فهذا يدل على إن هناك بطاريات تالفة. أعزائي، والنصيحة الأخيرة، ولأننا بدون كرت BMS الذي يوقف عمل الجهاز قبل أن يتم إفراغ البطاريات بالكامل، فيجب أن نوقف نحن العمل بالدريل إذا هبطت الفولتية أثناء العمل، وسوف نعلم بذلك من خلال سرعة حركة الدريل أثناء العمل. أعزائي، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك، فهكذا فيديوهات تحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد، وهذا ما أنتظره منكم. وإلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله.